لا تخفضوا دفاعكم. إيلوي، ماذا أتى بك إلى مريديان؟ تهديد. إن هيلس يقود فيلقا من جنود الكسوف، سيهجمون قريبا من الغرب بجيش من روبوتات الحرب القديمة، لكنه ليس الأسوأ. سيأتي عقل معهم، ملهم عفريت روبوت كما تريد التسمية، يدعى حادث، وهو لا يريد مريديان مطلقا، بل يريد البرج. وإن وصل هناك سيوقظ بندائه المزيد من الروبوتات القديمة، أكثر مما يمكننا هزيمته، وسنضيع، لن نسمح بحدوث هذا. أحاول التفهم، لكن مسؤوليتي هي مريديان. مريديان ليست الهدف يا أفاد، عليك الدفاع عن البرج. ربما الفانغارد يا صاحب السطوع. أجل، أرسلهم إلى البرج، إن إيرند يعرف إيلوي. واطلب من حرس المدينة تدعيم المضيق الجبلي، يمكنهم تولي حماية مريديان والمضطرم حيث البرج. إيلوي، اسمحي لي بالاعتذار عما بدر مني سابقا، فبعد كل ما حدث مع إيرسا أصابني الارتباك. إن كنا سنقاتل سويا وحياتنا على المحك، فأفضل أن أفعل ذلك وقد نلت عفوك. وقد نلته، طالما لا تخلط بيني وبينها مجددا. حتى الملوك يتعلمون دروسهم. جيد إذن، يسعدني تخطي هذا. الآن سيستغرق تجهيز دفاعاتنا وقتا، أرجوك أخبريني ما تعرفينه عن أعدائنا، كل شيء. أنا لا أعرف كل شيء، لكن سأخبرك بما لدي. هذا يأتي بالغرض، انتشار الذعر في المدينة سيزيد أعداءنا. وابقني على اطلاع بكل وصول جديد. إيلوي، جار إقامة الدفاعات على المضيق والبرج، أعلمنا كل أرجاء مملكة الشمس، وعرض حلفاؤنا السلاح، البعض جاء لميريديان وآخرون للبقايا، لكن الكثيرون جاءوا لأجلك. من أجلي؟ لا تكوني بهذا التواضع. المضيق الجبلي خطنا، سيكون مكمن الحرس. أجل، يدعمهم بعض من غير المعتادين الذين ذكرتهم. مدافع أوزيرام التي عصفت بجدران ميريديان أثناء التحرير ستدافع عنا. تفقدي دفاعاتنا. والبرج، إيرند وفانغارد هناك؟ صحيح، أفترض أنهم يتصارعون ويختبرون صيحاتهم القتالية. وصل بعض أفراد قبيلة نورا عند البرج، وقد رفضوا المثول أمام الملك. يمكنك مناقشتهم. أفعل. لا شيء سنفعله سوى انتظار الهجوم. بالضبط، لا يروقني هذا الشعور، لكن مستطلعين أبلغنا أنهم لم يلحظوا تحركات في الغرب. إذن إن كان لديك ما تفعلينه فاستغل الوقت في إنجازه. لو متفرغة فلقد قمت بإعداد شقة أولندل فيرسون لك. نامي هناك إن واتاك النوم.
قلت هذا الدرع يا أوثر؟ بالطبع. أوليس هذا إيلوي؟ أخبرتك سأحضر. فعلت يا تب، لكن هل تماثلت جراحك للشفاء؟ حقا إن قاتلت ستزداد حالتي سوءا. لا تقلقي، سأدعو القتال للنورة في البرج. أحضرت الإمدادات، عينني الكرج مشرفا شرفيا أيا كان هذا. هذا مذهل. سأعتاد على هذا. سنجهز بعض مكامن الذخيرة والدواء تحت تلك الرايات. ابحثي عنهم وقت المعركة. إيلوي، حين ذهبت إلى الجبل هل الملهمة أخبرتك بالفرس؟ ليس هذا ضروريا، نستطيع فعل هذا يا تاب. قد نستطيع. لا تطلب العون مني، واجبي هو الحراسة، أنا لا أتدخل في السياسة. لقد أنقذ جواسيس ملك الشمس آباد الأمير إتمن من كارجاردون، والآن تحياتي إيلوي. لا، المختارة لا تحب الانحناء، كما أنها لا تحب لقب مختارة ذاك. وجودك يعني الكثير يا فارل. لقد وعدتك. إذن ميريديان، ما رأيك؟ رأيت أشياء جديدة منذ رأيتك، أشكرك فارل. ما الخطب؟ تريدين أن تعرفي؟ حسناً، أنا في أرض غريبة ونجسة، أحمي مدينة ناكثة لا مثيل لها من شيء لا يمكنني تخيله. وأنت، بعد كل ما حدث، كل ما فعلته يجدر بالجثو وتمجيدك، لكن أنت لا تريدين هذا. هل الأمور قاسية عليك؟ شكرا لإخبارك نورا ألا ينحنوا، فهذا آخر ما أريده. ارأفي بهم، فالمختارة دعتهم للقتال. ألهذا جئت؟ لا، وددت رؤيتك لمرة أخيرة. علينا قتال شيطان معدني بأمر الملهمة أو بأمرك. أنا والملهمة متفقتان، نسعد لوجودك. وأنا. من هؤلاء الرفاق؟ إنهم يدعون إيلوي. ها نحن مجددا نستعد للقتال، لكن هذه المرة يبدو أن الأشرار أقوى منا. ماذا نواجه فعلا؟ أنا لست واثقة، لكن هناك الكثير منهم ولديهم روبوتات، وإن تخطونا فلن تسقط ميريديان وحدها، بل سيسقط العالم معها. هذا ضخم. قتالنا المفضل، صحيح؟ أين يتمركز الفانغارد؟ في مقدمة الخف. ولماذا؟ الفولاذ قبل الحديد. وماذا سنفعل؟
أطرقوهم حتى لا يستطيعوا الرد. أحسنت، أسمعتم؟ لن يتخطى أحد الفانغارد. نحن هنا لميريديان، نحن هنا لأجلك. شكرا إيرند، إرسا ستفخر بك. إن انتصرنا. أطول من أعلى الأشجار. الكرجة في دروعهم المزركشة كالديه. القائدة سونا، يا قائدة أنت تبدين غير مرتاحة. النور لا ينتمون لهنا ولا أنا أيضا. سأقاتل الشيطان المعدني الذي يهددنا، لكن مكاني الأرض المقدسة. إن الأخطاء هنا تصيبني بالغثيان. أسفة لأني سبب هذا. لا تأسفي، سينتهي هذا. حربتي، كلمتي. إذن أنت إيلوي، أهناك آخرون؟ على شاكلتي. أكثر صلادة، مقاتلون أبرع من الهواة. لا أقصد، أنت جميلة جداً. أيتفوه كل أسيرم بالكلام المعسول؟ مساوئ؟ المعركة لم تبدأ. بيترا فورج وومان من الركام الحر، سأعود لموطني بعد العاصفة. طلب مراد أولاً تفقد الترسانة. المدافع جيدة، ومع ذلك نظفت فوهاتها. شكراً يا بيترا، تابعي عملك. ليست السباكة بالعمل الشاق. اعتني بنفسك يا صهباء. كم جندياً ستقتل؟ أولاتيدا حرير كرجة. أنت هناك، هل ساعدتني؟ هل سمحت لي بلحظة؟ رجاء. كيف تمكنت من النوم يا إليزابيث بحمل كهذا على عاتقك؟ كيف نمت يا راست بعدما فقدت عائلتك؟ سايلنس، أنت هناك؟ لا يجدر طلب النصح من الأشباح. سيدتي، توجد إشارات من الغرب. ملك الشمس ينتظر في معبد الشمس.
هل نيران المخيم تجذب القوة في مسيرة لبوابات المدينة؟ هذا ليس دخان حطب. إذن ما هذا؟ النهاية أو البداية عموماً. تقصد جالب الموت؟ الأسلحة! احملوها! الآن! نفذوا أوامرها بحق الشمس! مشحونة بالذخيرة! استعدوا لإطلاق النيران! هل ستعطلها النيران؟ سنكتشف ذلك! ومدنا بتعزيزات. إيلوي، لا، نحتاج الأسلحة. سيقطعك إربا. ليس هذه المرة. أنت لقد أزعجتني. كان عليك قتالي في حلبة الشمس. أموت مثل الباقين. لما تقاتلين؟ إنه يهوي! مستحيل! لم يكن هذا ما يجب أن يحدث! فقط لأنك أحمق. جزار سادي أغبى من أن يدرك أنه يستغل. حياتك كلها كانت فشلا، وقريبا لن يتذكرك أحد حتى. ولي وجهك للشمس وفكر في هذا. أرى شيئاً. سيفيد هذا لاحقاً. أجنبيك، انزموا صفوفكم. أين تحتاجونني؟ أصحابي على مدرسة، على المنصة. من الغرب.
يجودنا جنونه، فلنذهب. فلتتنفسي واستعدي. ارفعي أذرعك غربا. إيلوي، إيلوي، إيلوي. تيب، بحق الأم العظيمة نجوت، ظننتك قتلتي. البقية هل هم؟ لا لا، جرحوا ولكن أحياء. فجرت الروبوتات الطريق ومضت، انطلقوا للبرج يجرون ذلك الشيء معهم. اعتني بالآخرين يا تيب، يجب أن أذهب. إيلوي اذهبي، سنجذبهم. واجهوا الشمس الحقيقية يا شياطين الظل. انقلي القتال إلى البرج يا إيلوي، ستصمو جمريكي، وإلا فشارات شرقي لا تعني شيئا.
على الأغلب كنت بحاجة للاغتسال. الأمر بدأ حدث الإرسال. إن بدأ حدث بث الإشارة فلابد أنها تخطط الدفاعات. النورا فانغارد إيرند، سأصعد هناك. الاستمرار والدفع، هذا لن يكون سهلا. لا تراجع. إنها إيلوي. إنها إيلوي. يمكنك رؤيتها. حسبناك سقطت عند المضيق. لا، فالمضيق سقط علي. لم يتبقى الكثير من الوقت، علي مواجهة حادث. ليس وحدك. إنه قتالي، لن أطلب منك مرافقتي. كنا على وشك التسلق، صحيح؟ نعم. الشيطان المعدني فليسقط. سأملأ ذخيرتي، آخر فرصة. Thank you.
دعوهم. اقضوا عليهم اولا. مميز الآن السيد تهديد النظام وشيك. أنا أكثر من تهديد. مفتاح التجاوز المسلح للتفعيل أدخل الاسم والربة. إليزابيث سوبك ألفا برايم. تم تفعيل مفتاح التجاوز. بروتوكول عملية تطهير الانقراض. حسناً يا غايا، آسفة على المقاطعة. ماذا كنت أقول؟ كنت تحكين قصة. أجل، إذن كما كنت أقول، كانت حقيبة أطفال واخترقتها للوصول إلى بطارية ذاتية وطاقة شمسية، لذا احترق العشب، وكذلك شجرة الصنوبر الطويلة التي كانت هناك. لا أعلم، ربما منذ مئات السنين. سؤال، كم كان عمرك؟ 6.
والدتي كانت بالمنزل لحسن الحظ، فاتصلت بقسم إطفاء الحرائق، ثم أخذتني خارجاً لأرى البستان وما به من جثث الطيور، حيث العشش في شجر الصنوبر. سؤال، بما شعرتي؟ لست واثقة، أتذكر صراخي عن عدم اهتمامي، وعندها وضعت والدتي يدها على وجهي وقالت. سؤال، ماذا قالت؟ قالت إنه علي أن أهتم، إنها قالت يا إليزابيث، لن يجدي ذكاؤك نفعا طالما أنك لا تنفعين العالم، عليك أن تستغلي ذكاءك في الخير لإنقاذ الحياة وليس للموت. تخبرين قصصا عن والدتك وأنت لم تنجبي. لم يسمح لي الوقت، أعتقد أن ذلك أفضل. لو أنجبت يا إليزابيث، ماذا كنت ستتمنين له أو لها؟ أعتقد كنت أودها أن تكون فضولية وعنيدة ولا يوقفها شيء، ولكن لديها العاطفة التي تصلح العالم ولو قليلا. على أي حال، هذا ما لدي يا غايا، حان وقت النوم. نوما هنيئا يا إليزابيث. شكرا لك، سأحادثك غدا. مرحبا يا صديقي، هل تذكرني؟ ما زال لدينا الكثير لمناقشته، الكثير لم تخبره بعد. زعماؤك مثلا الذين أرسلوا إشارة إيقاظك. المعرفة كنز لا يفنى، أليس كذلك؟ حسنا، فلنبدأ. Thank you.